عاد عليكم بالصحة والعافية إن شاء الله، وكل سنة وانتم سالمين، كل عام وانتم بخير إن شاء الله، هيك فرج عن قريب يا رب. الفرحة شوي ناقصة يعني بسبب التهجير، القصف المستمر على المدنيين، والله يفرجها يا رب، ينعاد علينا وعليكم بالصحة والعافية. بتذكرنا بأبنائنا شهداء، بتذكرنا بأمواتنا القدماء وأجداد، هاي وحدي. شغلة تانية بنتمنى من الله عز وجل أنه يعم الأمان على هالبلد هاد، وترجع كل إنسان مهجر مغترب بعيد عن بلده، بعيد عن أهله، بعيد عن جماعته، يرجع إلى بيته. أنا وبنت عمي ونزلنا على الحديقة ولعبنا بالألعاب، والألعاب كتير حلوين وانبسطنا، وكل عام وانتم بخير.